أهلا بكم. ضمن خطط الدولة لزيادة مخزون المياه، دخلت 5 خزانات جديدة للمياه للخدمة الفعلية بسعة إجمالية وصلت ل400 مليون جالون إمبراطورية. وقال وزير الكهرباء والماء وزير الأشغال الذي قام بجولة تفقدية للمشروع الذي بلغت تكلفته المالية أكثر من 47 مليون دينار بأن إجمالي المخزون العام للمياه بلغ أكثر من 4 مليارات جالون إمبراطورية بعد دخول الخزانات 5 للخدمة الفعلية. قام وزير الكهرباء والماء وزير الأشغال عبد العزيز الإبراهيم بجولة تفقدية لمشروع خزانات غرب الفنيطيس الذي يعد أحد المشاريع الرئيسية الجديدة التي دخلت الخدمة الفعلية في منظومة إنتاج وتوزيع وتخزين المياه بالكويت. وقال الإبراهيم أن المشروع يضم 5 خزانات سعتها الإجمالية 400 مليون جالون إمبراطوري تم الانتهاء منه بعد عقد تنفيذ مدته 36 شهرا وبكلفة إجمالية زادت عن 47 مليون دينار. بإضافة هالأربعمية مليون ارتفع المخزون اللي ممكن نعبي الماء من 3900 إلى 4300 مليون جالون إمبراطوري. والوزارة مستمرة في هذه السياسة برفع المخزون ورفع يعني معدل الإنتاج لسبب بسيط لتنامي يعني 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 السكان. في نفس الوقت يعني تحرص على رفع ما يعني مقدار المخزون لأي حالة طارئة. من جهة أخرى أشار الوزير الإبراهيم إلى أن مشروع خزانات غرب الفنيطيس الذي يتم تعبئته من خلال 3 خطوط مياه عذبة رئيسية سيكون مرتبطا مع شبكة المياه في البلاد. هذه الخزانات مربوطة بخطوط جاية من خزانات المطلع، وكذلك مربوطة بخطوط جاية من غرب الفنيطيس أو ميناء عبد الله، بحيث تربط هذه الشبكة بالكامل، بمعنى يعني لما ينخفض في مكان نقدر نغذي من هذا المكان، وهي تخدم يعني كما قلنا يعني أنا لو يصير عندي عطل في الجهرة أقدر أغذي من هني والعكس صحيح نفس الكهرباء يعني.